معانا مين تاني؟ الحاجة إلهام من محافظة سوهاج، برحب بحضرتك. السلام عليكم يا أستاذ سامي. سلام ورحمة الله وبركاته. أنا والله لي سؤالين عند السيادة. اتفضلي يا حاجة. أول سؤال، إحنا ما عندناش وحدات ضرير. وحدات إيه؟ الثروة الحيوانية على وشك الانتهاء، ليه؟ لأن ما فيش وحدات بطارية، لسبب إن البهايم يعني جاموس أيوه صار وشك على الانقراض، لأن ما فيش أول سبب العشر. أيوه يعني ما فيش عشر، فبتتباع لحم، البتلو بيتباع لحم. ما فيش عشب؟ آه يعني ما حدش بيعشر مثلا الجاموس. أيوه يعني ما عندكوش حتى تلقيح صناعي هناك بيوصل لكم. لا أيوه، هو التلقيح الصناعي دي أيوه هو اللي عايزين. فالجاموس على وشك الانقراض في هي قرية السمطة. قرية ايه؟ السمطة. السمطة، ايوه. دي أول حاجة. السؤال الثاني لو سمحت، كنت عايزة أسأل الدكتور سمير عبد الظاهر، رئيس قطاع تصليح الأراضي. ايوه. أسأله سؤال الأول، إنه في طرح في محافظة الوادي الجديد، تبع محافظة سوهاج. ايوه. طيب انا ازاي اوصل للنشره او الخبر اللي يديني طرح اراضي في محافظه سوهاج؟ يعني عايزه تعرفي التوقيت الاعلان عن هذه الاراضي. ايوه، مش هتوصلني نشره او مذكره او طلب عن طريق مديريه الزراعه، هيبقى في اعلان عن التوقيت لهذه الاراضي. طب ماشي. وهي كان قال ان هي اسمها الاراضي بتاعت بير الشمس. طيب وانا توصلني النشره اعمل ايه واقدم ازاي؟ طيب اول ما هيبقى في اعلان، اول ما هيبقى في اعلان هنعلن عنه في مصر الزراعيه وايضا في مديريه الزراعه عندك، وهيبقى في جميع التفاصيل. وانا كنت كلمت المهندس السيد عطيه وكيل الوزاره مع الدكتور حامد. ايوه. فاستفسرت منه، قال لي لسه في شيء اراضي. ايوه، هو فعلا لسه ما تمش الاعلان عن الميعاد. فان شاء الله اول ما يتم الاعلان هنعلن عنه في قناه مصر الزراعيه بمختلف الوسائل المتوفره عندنا في مختلف البرامج، وتقدري تتابع مع وكيل الوزاره. وانا بتمنى ان يكون لي خمس اقدمه، ولا لان انا لا عندي طرح اسكان ولا اراضي استصلاح ولا اي حاجه يا استاذ سامي. ان شاء الله ربنا يكرمك، وباذن الله نتابع معاكي فرحتك وانت بتستلمي الارض دي يا حاج. ان شاء الله يا رب يكرمك يا استاذ سامي، وربنا موجود. شكرا يا حاجة إلهام. مع السلامة. مع السلامة.